أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا أحيانا أرسل مالا إلى أمي وهي في بلدي، حيث وهي في بلدي. بلدي ولا بلدها؟ في بلدها. ها؟ كانت في بلدي. شو المكتوب عندك؟ في بلدي. ها؟ في بلدي. بلدي. نعم. نعم. حيث أعطيهم بالريال ويقبضون هناك بعملة بلدنا. هذا صرف ولا يجوز إلا تقابض. نقد بنقد من غير جنسه، نقد بيع نقد بنقد من غير جنسه، ألا يجوز تفاضل، لكن لابد من التقابض في المكان. لا يباع شيء هنا يصرف شيء هنا ولا يستلم العوض إلا هناك، ما يصلح هذا. لكن بإمكانه يشتري النقود التي يريد أن يرسلها، يشتريها ويرسلها بنفسها، يرسلها بنفسها إلى والدته. نعم.